السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. طرأت بعض التحديثات الجديدة على مستندات جوجل دوكيومنتس، والتي لم يتسنى للجميع التعرف عليها، مع أن جوجل دوكيومنتس يعتبر واحد من أكثر برامج جوجل استخداما، ولكن الكثير يجهلون ما فيه من خصائص والتحديثات التي طرأت عليه. بعد الانتقال إلى تطبيق جوجل دوكيومنتس، بعد فتح جوجل دوكيومنتس سوف أستعرض لكم بعض الإضافات الجديدة التي تم إضافتها. من أهم الأشياء الجديدة أنك الآن تستطيع إضافة أي ملف بالضغط أو أي شخص بالضغط على أو بطباعة رمز آت. تستطيع أن تضيف أشخاص، تستطيع أن تضيف ملفات دون البحث عن insert. تستطيع ببساطة أن تقوم بإضافة ملف. أيضا سوف تستطيع الآن أن تضيف notes، ثم البحث عن ملف معين أو إضافته على الكالندر فقط بكتابة اسم الملف، حتى يعطيك جميع الخيارات المتاحة في الكالندر لديك. فتستطيع ببساطة أن تقوم بإضافة أي اجتماع من الكالندر حتى يصبح نوت لهذا الاجتماع. تستطيع أيضا اليوم إضافة، دعنا نقول، تاريخ بالضغط على آت. تستطيع أن تقوم بإضافة تاريخ محدد أيضا بالضغط على آت. تستطيع أن تقوم بإضافة تشيك ليست، تكتب مثلا ماذا ستفعل اليوم، أو تكتب ماذا تريد أن تنتهي، ما الذي تريد أن تنتهي منه مع الطلاب. يمكنك أن تقوم بإضافة ما تشاء من أشياء أو من معلومات. أيضا بالضغط على آت تستطيع أن تضيف صورة، وتستطيع أن تضيف جدول. طبعا الكثير من الأشياء التي كانت متواجدة قديمة أصبح من السهل الوصول إليها بمجرد الضغط على اختصار آت. أيضا من الأشياء الجديدة التي تم إضافتها إلى تطبيق جوجل دوكيومنتس هي إضافة ووتر مارك. إضافة ووتر مارك بالضغط على Insert سوف تجد أن إضافة ووتر مارك قد تم إضافتها إلى قائمة Insert. اضغط عليها، تفتح لك صفحة جانبية. اضغط على إضافة صورة أو اختيار صورة. أنا أنصح دائما مثلا، تستطيع طبعا أن تقوم بتحميلها من المتصفح الخاص بك من سطح المكتب. إذا كان لديك صورة معينة على سطح المكتب تستطيع إضافتها بسهولة بنفس طريقة إضافة الصور. وهنا تستطيع التحكم بحجم الصورة، حجم ظهور الصورة على المستند، هل تريد أن تكون صغيرة أو أن تكون مناسبة، يعني تستطيع التحكم بالحجم كما تريد. أيضا هل تستطيع أو هل تريد لهذه الصورة أن تكون مشوشة أو مظللة، أم أنك تريد لها أن تظهر بألوانها وشكلها الطبيعي. تستطيع بالضغط على Remove Watermark أن تقوم بحذف هذه الصورة. أيضا من الخيارات المتوفرة هي البحث في متصفح جوجل عن أي صورة تريدها فقط بالكتابة، ثم اختيار الصورة المناسبة وإضافتها بنفس الطريقة. إذا هذه الإضافة، إضافة الووتر مارك، يمكن استخدامها بطرق شتى. أترك لكم التفكير في الطرق وأفضل الطرق التي تريدون استخدام هذه الإضافة الجميلة بها. شكرا جزيلا لمتابعتكم، وإلى أن نلتقي في فيديو جديد. أترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله.